سؤال يسأل أبونا: من خرج إلى العمرة في رمضان أو يخرج صائما، هل له أن يفطر في الطريق؟ ونضيف سؤالا: وهل له أن يفطر في مكة؟ قلنا أن ما عليه جمهور الناس، لا أريد أن أقول جمهور العلماء، ما عليه جمهور الناس أنه الأصل كون خارج في طاعة، الأصل أن يخالف رسول الله ولا يتابع سنته، لأنه خارج في طاعة، هيك الناس تخيل، فهو خارج في طاعة والنبي أفطر في السفر، أما بالتبيان أنا أفطر في السفر، النبي أفطر في السفر، أما أنا أفطر في السفر، هذا أجهل الجهالة، أن تخالف رسول الله بدعوى أنك قائم على عزيمة، أنت أعزم أم رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أنت أعلم أم جيد؟ فهات نار، لأن النبي سافر عليه الصلاة والسلام وحج واعتمر، فلا بد أنه أصاب شيئا من هذا. ثم لو لم نر هذا منه عليه الصلاة والسلام كفاحا رأيناه من أصحابه، أما أنه سافر في رمضان فالحمد لله أنه سافر في رمضان إلى مكة، يعني لما ذهب عليه الصلاة والسلام يفتح مكة بأمر الله خرج في رمضان من أول رمضان، دخلها لنقل في العشرين من رمضان، قبل أن يدخلها بأيام كان مفطرا، يعني في الطريق عليه الصلاة والسلام أفطر وأمر أصحابه أن يفطروا، وقال لهم إنكم تصبحون عدوكم فأفطروا فالفطر أقوى لكم، فيعني رأى بعض الصحابة أن هذا من باب التخيير، اليوم الثاني عزم عليهم أفطروا، حتى رفع قدحا من ماء عليه الصلاة والسلام وهم يرونه وشربه عصرا، فبقي بعض أصحابه صائمين عزيمة. الآن جواب النبي لهؤلاء هو جوابه لكل الناس الذين يخالفون أمره، فلما علم عليه الصلاة والسلام أنه أفطر وبقي بعض أصحابه صائمين قال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. واضح؟ الآن دخل مكة مفطرا، بقي له ما يعني عشرة أيام فيه. في صحيح البخاري عن ابن عباس، ومر بقول لك ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه، حبر الأمة، لما يخالفهم ابن عباس لا يذكرونه ولا يذكرون يعني أمته ولا أباه، شيء، إنما ابن عباس لا يفتي، ابن عباس الآن يقول لك ماذا كان من أمر النبي عليه الصلاة والسلام، قال إنه دخل مكة مفطرا في رمضان، اسمع، وبقي مفطرا حتى انسلخ الشهر، فلما النبي فتح مكة فتحها في رمضان، فلما كانوا يقولون المعلمين في المدارس المسلمين فتوحهم وحروبهم كانت في رمضان صحيح، ولكن كانوا يؤمروا بالفطر، فتح مكة أعزم وأقرب أعمال النبي عليه الصلاة والسلام، لما قبل أن يصل العدو، قبل أن يصله الأمر عليه الصلاة والسلام، طب جيد هذا السفر وخشي أن يقاتل ويضعف رجاله، ولكن لما دخل مكة وعزة الله دخلها كما يدخلها الملوك عليه الصلاة والسلام، يعني ما بقول يعني دخلها مستكبرا، ولكن استقبلها، استقبله المسلمون من أهل مكة من كان لهم فيها بيوت فيها كما يستقبلون الملوك، فبالتالي لما أفطر عشرة أيام؟ يعني يقول لك مشقة، الرجل عليه الصلاة والسلام خير رجال الله في الأرض، مقيم في مكة، مستقر مستريح في مكة عليه الصلاة والسلام، بقي مفطرا حتى انسلخ الشهر،
بعدها بنحو عام قال عليه الصلاة والسلام: ليس من البر أن تصوموا في السفر، فمن خرج من دياره فهو مسافر حتى يرجع. فاللي بيخرج للعمرة أخواننا مش يفطر فقط في الطريق، يعني إذا خرج من داره اسمعوا سنة النبي له، أما الذي خرج من داره إلى العمرة فجواب النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل إن سأل النبي أصوم أم أفطر، آخر أمر النبي عليه الصلاة والسلام قبل وفاته لهذا الرجل ولأمثاله قال: ليس من البر أن تصوموا في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. فليس لرجل خارج إلى العمرة أن يصوم في السفر أو أن يعصي رسول الله. فإذا دخل مكة يصوم أم يفطر؟ نجيبه: أنت خير أم رسول الله؟ عمرتك خير وأعزم أم فتح محمد عليه الصلاة والسلام لمكة في رمضان؟ عمرتك ولا فتح النبي؟ وأيم الله لما فتح محمد عليه الصلاة والسلام مكة، الملائكة كانت تحضر رسول الله وتحضر البيت الحرام أكثر من البشر، وأفطر محمد عليه الصلاة والسلام. فمن ذا الذي يعزم فيصوم بعده؟ قل لك أنا عزيمة، هذا يعني أن رسول الله دون عزيمتك. فنقول للناس إن أعزم العزيمة أن تتابع رسول الله إن صام صمت وإن أفطر أفطرت، هذه العزيمة. أما أن يصوم وتفطر هذه ليست عزيمة، واضح إخوان؟ خاصة وقد قال: ليس من البر أن تصوموا في السفر، هذا آخر عمله عليه الصلاة والسلام وآخر قوله وآخر فتاوى أصحابه بعده. أعزمها وأبيانها قول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: الصيام في السفر كالإفطار في الحضر، كم من العيب أن تفطر وأنت مقيم في بيتك بغير عذر، كذلك عيب وشين أن تصوم وأنت مسافر. فنؤكد أن المسافر ليس الذي يعني كان في سبيله إلى بلد، بل الذي خرج من داره ولو قعد في بلد ما قعد حتى يرجع إلى داره. كذلك في صحيح البخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه خرج من الكوفة فقصر وهو يرى بيوت الكوفة، قصر الصلاة، هون بيقول لك 81 كيلو الشباب بكل 81، علي قصر وهو يرى بيوت الكوفة. طبعا الكوفة ما كانت كنيويورك ولا كالقاهرة اليوم، الكوفة كانت يعني مدينة صغيرة. الشاهد في الأمر ثم رجع، فلما رجع بدت له بيوت الكوفة، فقال له أصحابه: هذه بيوت الكوفة؟ قال: لا، يعني بكل هذه البيوت حتى نتم ونقطع أحكام السفر. قال: لا، حتى أدخلها. ففي فقه المهديين من أصحاب رسول الله السفر ما لم ترجع إلى دارك، فالذي خرج معتمرا فهو مسافر وهو يطوف بالبيت. مش بقول لك أنا صرت الآن في مكة، النبي عليه الصلاة والسلام فتح مكة وكانت أصلا دارا. إحنا لما نخرج أهل بيت المقدس مكة ليست دارا، مكة أصلا مسقط رأسه عليه الصلاة والسلام، ولد فيه فهي دار حقيقة. فلما رجع إليها فاتحا مكة، فاتحا أمضى أيامه فيها مفطرا في رمضان لا يتم الصلاة، يعني يقصر فيها. أبيجي واحد يقول لك: أنا رسول الله، أما إحنا يعني ما شاء الله نعزم ونتم. لا، هذه جهالة ولا عزيمة فيها. فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أقول اللي بيخرج للعمرة أخواننا بيعلموه، بيقولوا له: هذه أركان العمر وهذه واجبات العمر، بيعلموه وهذه سنن العمر. من الأركان الإحرام وطواف القدوم والسعي والحلق والتقصير، جيد؟
من السنن بكل أن تستقبل الحجر الأسود أو أن يعني تمسه بيدك. ومن السنة أن تصلي ركعتين خلف المقام. ومن السنة أن تقرأ قل يا أيها الكافر قل هو الله واحد. ومن السنة أن تعب من زمزم. فبروح المعتمر يفعل كل هذا. قل له ليه؟ بيقول لك سنة. فلما صمت وقد أفطر صاحب السنة؟